من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: هروب عند الفجر من سجن رومي، القبض على اثنين والثالث قيد الملاحقة. وهكذا جرت عملية الفرار. روح الله يحميك من دعوتي. الأجهزة الأمنية علمت بتفجيري الهرمل قبل ساعات من وقوعهما. الثلاثية خلقها السنيورة ويقتلها المستقبل. الجميلة بين القصرين. And we spoke about Lebanon's generosity. سائق حافلة شويفات يعود إلى الحياة. راح طلب الفان، قال هذا ما بيطلع من الفان. طيب مقتل أبو خالد السوري الوسيط بين داعش والنصرة. وفي النشرة: علي هيبيع المية في حارة السقايين. يوم الرجوع، يوم الرجوع بلادك هتلاقيك. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل.